مرة أخرى تدفع الأمم المتحدة بثقلها خلف جهدها الرامي إلى إنجاح اتفاق ستوكهولم المهدد بالفشل بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب المسلحين والتهدئة في الحديدة وموانئها الثلاث. ففي جلسة وصفت بأنها من خارج جدول الأعمال، يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة وجماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران. رفض الحوثيين للانسحاب من الحديدة يفسر من قبل الدبلوماسيين الغربيين بأنه تعبير عن انعدام الثقة، ليس إلا ما يستدعي إعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق، وفقاً لأحد هؤلاء الدبلوماسيين، فيما حث سفراء الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن الطرفين على تطبيق اتفاق ستوكهولم بصفته الخطوة التي ستؤدي إلى نهاية الصراع. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعد تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، تضمن الحاجات الأولية للفترة من أبريل وحتى يونيو من هذا العام، والتي تصل كلفتها إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار. وبحسب التقرير فإن البعثة ستشمل نشراً أولياً ل75 مراقباً دولياً وأمانة عامة تضم موظفين في مجالات الإدارة والدعم والأمن، بما يمكن البعثة من قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار والإشراف على وقف النار وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة ورصد امتثال الطرفين لوقف النار والعمل معهما حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ الثلاث وفقاً للقانون اليمني. وكان اللافت في تقرير أمين عام الأمم المتحدة أنه شدد على عدم استئناف العمليات القتالية الكبرى فقط، مع تأكيده أنه حتى الآن ما من إشارة تدل على معاودة الأعمال العدائية الكبرى على نحو يبقي المجال مفتوحاً للمناوشات والاشتباكات المحدودة كأمر اعتيادي لا يؤثر على سلامة تنفيذ الاتفاق. وميدانياً تصاعدت المواجهات بالأسلحة الثقيلة والصواريخ وسط وشرق مدينة الحديدة، فيما أفادت مصادر حكومية بأن الفريق الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار تعرض خلال اجتماع له مع قادة ميدانيين في الجيش للقصف بصواريخ الكاتيوشا من جانب الحوثيين، واصفة الهجوم بأنه يأتي في إطار الجهود الحثيثة للميليشيا لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشأن الحديدة.